عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعاً في أحسن صحة وأسعد حال. كان نزل فيديو ليا من أسبوع أو اتنين وناس سألت بعض الأسئلة المهمة حواليه، وكان الفيديو بخصوص التستوستيرون. واحد اسمه محمد أيمن: يا دكتور، عايز فيديو لكل طرق تحفيز إفراز الهرمون في الجسم بشكل طبيعي. هو أنا عامل فيديو إزاي أنت تحفز إفراز التستوستيرون، وإن شاء الله نعقب هنا برضو على هذا السؤال. البطل موسى علي: بارك الله فيك يا دكتور، طبعا هذا الموضوع جدا منتشر في رياضة الأجسام، كمال الأجسام. بيقول إيه: لكن في هذه الرياضة أغلب الرياضيين يتم التركيز على تعاطي الهرمونات، والذي بدوره يزيد الكتلة العضلية، ولكن حين تركه لا سوف يقع وقوع شديد جدا، وسوف تكون الأضرار الصحية الناتجة عن تعاطي الهرمونات مضرة ووخيمة، وأغلب الأحيان يكون عدم الإمكان علاجها أو إصلاح الضرر الناجم عنها. أهلا بك يا أستاذ موسى علي، وياريت دايما تبقى معنا وتشارك بخبرتك في تعليقات زي بتاعت النهاردة كده، مفيدة لينا جميعا، وأهلا بيك في القناة. وكلامك طبعا مظبوط جدا، إن الهرمونات مش المفروض تتاخد بصورة عشوائية ولا تتاخد بدون إشراف طبي دقيق، عشان ما تجيبش أعراض جانبية، لأن فيما بعد واحد هيقول لنا إن عنده الخصيتين دمروا وصوته نعم وحاجات زي كده نتيجة إنه كان بياخد هرمون التستوستيرون، فبعد ما وقفه حصل هذا الموضوع. واحدة هنا كولدست: فيديو جميل ومفيد، أم فكرة الخروج في الشارع دي وبتاع كانت جميلة. أولا متشكرين، وهو نوع من التغيير يعني عشان ما تملوش، فبس للأسف كانت المطرة جديدة ما عرفتش أكمل الفيديو كويس وقتها. كل عام وانت بخير. طبعا اللي بيعجبنا أو اللي بيشكر فينا بنعمل له لايك لازم، أقل شيء. دكتور، ممكن شرح أو توضيح عن البروفيرون؟ إن شاء الله في فيديو هنعمل هذا الموضوع. واحد تاني بيسأل: شو أفضل مصادر تستوستيرون؟ نفس السؤال السابق للأخ اللي بيسأل عن وسائل التحفيز. حمودي بيسأل عن العادة السرية، مش مكانها يا أستاذ حمودي. عبد الله: شكرا دكتور، لو تفضلت بتوضيح محفزات التستوستيرون الطبيعية. نفس الكلام برضو شرحناه، رديت عليك وهرد عليه إن شاء الله في الفيديو، في بقية هذا الفيديو. أهو ده بقى أخونا حميدو، يا حميدو دوت اللي بيقول إيه، إن هو كان بيمارس العادة السرية وبطل، وهو بيلعب كمال أجسام وكان بياخد هرمون التستوستيرون لفترة، وبعد ما وقفه حصل ايه؟ صوته بقى حصل ايه؟ دمور وصغر كبير جدا في حجم الخصيتين، وصوتي اصبح مختلف، يعني نعم يقصد طبعا نعم. وبعدين ده الكلام ده كله لما وقف اخذ الهرمون، وفي الوقت ده ما كانش بيمارس العادة السرية، وبعدين رجع يمارس العادة السرية كل يوم، وعملت كده لمدة شهرين، لاحظت حجم الخصيتين رجع طبيعي وصوتي بدأ يخشن تاني، وعايز يسأل العلاقة بين العادة السرية وهرمون التستوستيرون، وهجاوبك عليه إن شاء الله فيما في الجزء اللي جاي. أجاوب على السؤال بتاع أخونا اللي سأل عن العادة السرية. العادة السرية تعتبر نشاط جنسي، والسؤال ده:
هل العادة السرية مربوطة بمستوى التستوستيرون هرمون الذكورة في الدم ولا لا؟ سؤال مش أول مرة يتسأل، ده سؤال بيتسأل من الرجال منذ أمد بعيد، والإجابة عليه مش واضحة 100%، لكن الأبحاث اللي اتعملت بتقول إن العادة السرية والممارسة الجنسية ليها علاقة بالتستوستيرون ومستوى التستوستيرون في الدم علاقة خفيفة. طبعا في كلام ناس قالته من المشاهير، من المصارعين المشاهير، منهم من يقول ان هو كان بيمتنع عن الجنس لمدة ما قبل المباراة، وناس كانت تقول والله ده كان قبل المباراة مباشرة بيمارس جنس بكثافة. ففي اختلافات في آراء الناس، لكن دي تجارب شخصية ربما تكون اللي عرفوه عن أنفسهم مرتبط بعوامل أخرى، لأن مستوى التستوستيرون ده بيتحكم في أمور كتيرة جدا، الإيج واللياقة البدنية ونظام الأكل وأسلوب الحياة وما إلى ذلك، ففي أمور كتيرة جدا بتتحكم في مستوى التستوستيرون. لكن المعروف إن الممارسة الجنسية في حد ذاتها بترفع من مستوى التستوستيرون، بدليل إن في دراسات اتعملت على ناس فوق 60، ومعروف ان فوق 60 مستوى التستوستيرون بيقل، فعملوا دراسات على ناس بيمارسوا العلاقة الحميمة بصورة منتظمة ومستمرة ومقارنتهم بناس اخرين لا يفعلون ذلك، فوجدوا ان دول الفئة الاولى اللي هي بتمارس العلاقة الحميمية او الجنس بصورة منتظمة التستوستيرون عندهم مستواه أحسن. لكن بالرغم إن العادة السرية تعتبر نوع من أنواع الممارسة الجنسية، ولكنها ليست مرتبطة تماما بمستوى التستوستيرون. فالإجابة على سؤال أخينا ربما إن هو لما كان بيمارس، هو بيقول لك راجل بتاع بيمارس كمال أجسام، معنى إنه بيمارس رياضة وما إلى ذلك، فيمكن هو نتيجة ممارسته الرياضة ونتيجة اهتمامه بالناحية الغذائية بيتحسن عنده طبعا التستوستيرون عنده، فبالتالي بعد ما وقف التستوستيرون كحقن أو حبوب حصل عنده انخفاض أو ضمور في التستوستيرون وصوته نعم شوية وبطل التستوستيرون واستمر على الحياة الرياضية بتاعته والأكل المظبوط وأسلوب الحياة الصحي، فبدأ أموره تتحسن مرة تانية ويرجع وضعه إلى الوضع الطبيعي. ده التفسير اللي نقدر نقوله لأخونا بتاع العادة السرية وتأثيرها على الخصيتين وتأثيرها على التستوستيرون. بالنسبة للشيء التاني، السؤال اللي كان بيقول لي اتكلم لنا عن المكملات الغذائية التي تحفز إفراز التستوستيرون. هو بصراحة في السوق حاجات كتيرة جدا جدا، وأنا بالنسبة لي برشح حاجات معينة، لكن مش عايز أقولها مباشرة لأن أحيانا البعض بيفهم غلط إن ده نوع من التسويق لحاجة معينة الواحد بيكسب منها أو كده. لكن اللي يحب يجرب المنشطات العفو المحفزات للتستوستيرون هبقى احط رابط تحت الفيديو للي يحب يجرب المنتج بتاعنا. في ناس كتير استخدمته اللي انا بوصي بيه، وفي ناس بتقول في نتائج كويسة، بس طبعا بيستخدمه فترة طويلة. بس في ملحوظة، سيان هتستخدم المنتج اللي انا بوصي بيه او هتستخدم اي نوع من المنتجات، في ملحوظة مهمة، وهي إن هذه المنتجات لوحدها مش هتفيدك بشكل ملحوظ، لازم تتبع معاه أسلوب حياة صحي اللي هو إيه؟ اللي هو نظام رياضي ونظام غذاء صحي ونظام نوم مريح. 3 حاجات دول لازم يمشوا يعني يد بيد أو قدم على قدم المساواة مع المكملات الغذائية. وأنت بتختار مكمل، هي المكملات الغذائية بصفة عامة بتبقى مكونة من فيتامينات ومعادن ومواد طبيعية عرف إنها
بتساعد على تنشيط الغدد لإفراز التستوستيرون، تنشيط القصتين وتنشيط الأدرينال جلاند عشان تطلع التستوستيرون. فالمكملات الغذائية المحفزة لإفراز التستوستيرون زائد أسلوب حياة صحي هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا، بس ده يستمر لمدة 3 شهور. ممكن توقف المحفزات بعد كده وتستمر في أسلوب الحياة الصحي، أكيد هتجيب نتيجة كويسة. أنا عندي ناس من سني وأكبر كان التستوستيرون عندهم حوالي 4، طبعا منخفض عشان السن، اتبعوا أسلوب صحي، أكل مظبوط، نوم مظبوط، رياضة. يمكن خلال بعد 3 شهور كان التستوستيرون في الأول عندهم 4، أصبح بعد 3 شهور تقريبا وصل إلى 8. في تحسن، وهم حسوا بارتياح وحسوا بتحسن على مستواهم الصحي بصفة عامة. فالخلاصة إن في مكملات كتيرة في السوق، أنا معرفش في كل بلد عندك متوفر إيه عشان أقول لك ده أو ده، لكن أنا عندي مكمل محفز للتستوستيرون بيتوزع عن أونلاين، ممكن تطلبه من الموقع ويجي لك لحد مكانك مطرح ما تكون بقى في مصر، في السعودية، في أي حتة بيتوصل لك، وسعره مناسب جدا جدا. فاللي يحب يستخدمه يا إخوانا يبقى يضرب على اللينك اللي تحت، يقدر يقرأ معلومات تفصيلية عن هذا المحفز ويقدر يستخدمه ويجربه. بس اللي يجربه يا ريت يبقى يتابع معانا مسألة الفايدة اللي حسها بعد استخدام مستمر لمدة حوالي 3 شهور إن شاء الله. وكلكم تستفيدوا، وأذكركم مرة تانية إن أسلوب الحياة الصحي أهم من المحفزات، وإذا خدت محفزات لازم ترافقها أسلوب حياة صحي عشان تاخد نتيجة أو تحصل على نتيجة كويسة، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا لمشاهدة الفيديو، وما تنسوش الإعجاب به والاشتراك وأيضا تفعيل الاختيارات بالتشييك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات أول بأول.